كله بخير. توقعات برج الحمل ليوم الأحد 23 أكتوبر 1 أول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا حمل، هتدور دايما عن حل وسط تلاقي بيه راحتك. بالنسبة لمواليد العشرية الأولى، مواليد 21 مارس ل 31 مارس، بتدور دايما النهاردة على راحتك. بيبدو في الوقت الحالي انك بتواجه عدد كبير جدا ومتزايد جدا من كل انواع التعقيدات اللي بتعتبر غير متوقعة في يومك، لكن مش بيقع اللوم على كل الاشخاص اللي حواليك. ممكن تبقى انت الغلطان وانت السبب في المشاكل اللي انت فيه. حاول تبقى هادي اكتر، وانك تشوف كل العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة تشوف بيها طريقة جديدة، تكتشف بيها مدخل جديد، هتعيد اكتشاف كل هدوءك من خلاله، هتخرج من المرحلة دي أقوى. بالنسبة ليك النهاردة، توقعات العشرية التانية مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل يا حمل، هتوازن كل أمورك في اليوم ده. مش هيبدو إن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية إنها في طريقها إنها تتلاشى. خليك حازم أكتر، حاول تستعيد رأيك في كل الحاجات المهمة ولا ممكن تعاني من انتكاسات تعتبر دايمة في يومك. هتوازن كل الأمور دي بعناية، وتفكر في كل أهدافك اللي انت حابب تحققها عن جد، وكل اللي انت حابب انك تتغاضى عنها. حتى لو عرفت تنفذ ده، هتلاقي نفسك النهاردة بقت الحلول بالنسبة ليك أسهل من قبل كده. توقعات برج الحمل لتوقعات العشرية الأولى مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل، عندك ثورات تعتبر عاطفية جدا في اليوم ده. في الشغل لازم تفكر مرتين في كل القرارات اللي انت فيها. هتميل النهاردة لسلوك مندفع كتير ممكن تندم عليه بعد كده. انت مهووس بالنجاح حتى لو كان على استعداد انك تنجز كل اهدافك المطلوبه منك على حساب الاشخاص اللي حواليك. هتتوقف عن انك تدفع كل الامور دي قدام الاشخاص اللي حواليك، لان زملائك النهارده ممكن يخلوك تدفع ثمن ده بشكل كبير. مشاعرك تعتبر غير مستقره وغير واضحه، حتى في علاقاتك الشخصيه لازم تهتم اكتر بالناحيه دي. بيقضي القمر يومه في برج الاسد المبدع الحازم، بيشكل كوكب المريخ والمشتري خماسي، ده هيحرك دافعنا للانتاج والعمل والنمو والتحسن. احنا على استعداد علشان نخلي حظنا بانفسنا واسع جدا. هيكون عندنا حيله كبيره، ممكن نلاقي كتير من الطرق علشان نطلع ليها تحت التأثرات الحلوه دي. ومع ده هيكون كوكب المشتري وزحل بيشكلوا شبه مربع مع بعض، هنكون من خلالهم بنرغب اننا نتوسع اكتر، الا اننا ممكن نواجه شويه عقبات او ممكن نتحقق منها في واقعنا. في كتير من الهيكله لحياتنا، اهدافنا واعمالنا في محلها، مفيش حل سهل. ان النهارده هنحتاج اننا نواصل الشغل والعمل اللي بيعتبر جد، هنحرص تقدم اكتر حتى لو بسيط، حتى لو كان في نوبات وبدايات كتيره، من الافضل اننا نبث فيها حياه جديده في خطط قديمة بدل من اننا ننفذ مهمة جديدة تماما في الفترة دي. لازم نراقب تمدننا واللي بيعتبر مفرط اكتر، اللي هيمكننا من اننا نسيطر على كل احباطاتنا. هنتعرض اهدافنا النهاردة الاجتماعية والشخصية في الوقت ده هيتطلب مننا كتير من التعدلات. المرة دي هي المرة الثالثة.